حقيقة عدة أسباب، بس ما نقدر إحنا نحللها في الوقت المبكر، لأن إحنا ننتظر الحقيقة فصل الشتاء. لحد الآن لم تنخفض درجات الحرارة بمستوى ما انخفضت إليه البلدان المجاورة أو الغرب، وهذا هو اللي يخوف. لذلك قد يبدو أحد الأسباب هو هناك بدأت مناعة مجتمعية انتشرت بين لكثرة الإصابات، فتقل فرص انتقال العدوى. لكن هذا لا يعني بأننا سائرون مستمرين بهذا النزول. احنا الحقيقة الآن نتخوف من فصل الشتاء، وأيضا هناك عامل آخر وهو أنه فتحنا كل المرافق الحيوية، و المواطنين للأسف لم يلتزموا بأدنى الإجراءات الوقائية. يمكن ترون في الشهر الرابع أو الشهر الخامس كان التزام المواطن بالكمام والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين أفضل بكثير من الوقت الحالي. الآن أنت تذهب إلى الأسواق ترى لا يوجد يمكن 1 أو 2% يرتدي الكمام. هذه تخوف يعني الحقيقة، وإحنا مقبلين على انخفاض درجات الحرارة بالأيام القادمة. لذلك احنا على حذر. احنا طبعا الامور مستقره من الوضع الوبائي وفي تنازل، ولكن لازلنا متخوفين من الايام القادمه. بخصوص العام الدراسي، يعني احنا مع بدء العام الدراسي الجديد الطلاب بدأوا يتوجهون الى المدارس، يعني ما هي الاجراءات؟ كيف تضمنون سلامتهم من انتقال العدوى بين الطلاب بسبب كورونا؟ الحقيقة قضية المدارس يمكن عدة اجتماعات عقدناها لكيفية بدء العام الدراسي، ووصلنا إلى نتيجة عدة توصيات وأرسلناها إلى وزارة التربية والتعليم العالي. أهم شيء هو الحفاظ على التباعد الجسدي بين الطلاب. لذلك رأينا بأنه لا يمكن بهذا الزخم الموجود بالمدارس أن يكون الدوام يوميا. لذلك صار القرار من اللجان الاستشارية العليا أن نبدأ بيوم واحد في الأسبوع مرحلة مرحلة، ونلغي عطلة السبت، فيكون المرحلة واحدة تتقسم على كل صفوف المدرسة. احنا زرنا الحقيقة في بدء العام الدراسي مع السيد الوزير الصحة والسيد وزير التربية احدى المدارس في الرصافة، وكان عمل ما شاهدناه الحقيقة انه الطلاب متقسمين بين رحلة واخرى متباعدة، ارتداء كمامات. اذا كل المدارس بهذا الشكل الذي وجدناه ذلك اليوم، احنا نطمئن بانه فرص انتقال العدوى حتى لو كان هناك مصابين تكون قليلة جدا. طيب دكتور رياض، في ملف اخر هام هو ملف اللقاحات. الان لدينا جامعة اوكسفورد اعلنت عن اللقاح، وكذلك شركة فايزر، وكثير من اللقاحات اثبتت فعاليتها. كوزارة صحة لأين تتجه بوصلتكم بهذا الموضوع؟ احنا الحقيقة أمنا اتفاق مع جافي الاتحاد العام للقاحات الذي سيزودنا ب 20% من السكان، وبنفس الوقت فتحنا قنوات التواصل والمفاوضات والاتصالات مع الشركات المنتجة فايزر و أكسفورد أسترازينيكا، ووضعنا عدة حقيقة شروط للتعاقد مع هذه الشركات. إن شاء الله سنرفع هذه الشروط إلى اللجنة العليا للصحة والسلام الوطني حتى إذا أبرمتها وصادقتها، حتى نتوكل بالتفاوض مع الشركات احتمادا على هذه الشروط. طيب العراق قادر على استقبال هذه اللقاحات والحفاظ عليها وضعها في درجات منخفضة والأمور التي تتطلبها؟ طبعا الآن بدأنا بالاستعداد لهذا الأمر، ووفرنا جزء من الأجهزة اللازمة، لكن احنا إن شاء الله ستكون تجهيزنا باللقاحات ذات اللوجستية الأقل تعقيدا. طيب ما هي الفئات اللي ذكرتها أو كشفتها وزارة الصحة المشمولة باللقاح؟ طبعا ابتداء أول وجبة ستكون للشرائح الأكثر خطورة. الأكثر خطورة اليوم كما تعلمون عندنا الكوادر الصحية بالدرجة الأساس وذوي الأمراض المزمنة، لأن أغلب الوفيات. وهذا اختياري لو إجباري بالنسبة للتطعيم؟ والله هو لا يوجد هناك إجبار للمواطن، ولكن يكون حث المواطنين على وخاصة ذوي الأمراض المزمنة والأعمار أكثر من 50. هذه الوجبة الأولى، وطبعا القوات الأمنية أيضا. هذه 4 شرائح في الوجبة الأولى. بعد ذلك إذا حصلنا على لقاح نبدأ بالأعمار شيئا فشيئا من 50 فما دون. طيب بشأن الأموال التي يتطلبها جلب اللقاح من الدول المنتجة، هل خصصت لكم الحكومة مبالغ كافية لاستيراد هذه اللقاحات؟ والله لحد الآن احنا نصرف من 1 على 12، نقولها بكل صراحة. لم
تخصصت كثير من الأموال ولكن لم تطلق صرفها من وزارة المالية. يعني اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خصصت قبل أشهر 50 مليار وقبلها 5 مليون دولار وكلها لم تصرف للضائقة المالية التي يعاني منها البلد. الحقيقة الآن احنا نصرف من 1/12 وحتى 1/12 لم نزود به كاملا. ولذلك احنا طالبنا وزارة المالية بإطلاق كل التخصيصات المالية لوزارة الصحة بغض النظر عن حتى المخصصة اللي يعني إذا إلينا من 2019 حد على 12 الميزانية اللي تعتمدوها. إذا اعتمد هذا اللقاح لا يكفي هذا الواحد يكفي. تعلمون كلمة 1/12 من مصروف 2019 مصروف 2019 لم يكن هناك كورونا. الآن احنا التزامات عندنا للكورونا تفوق كثيرا التزاماتنا الاخرى التي الامراض السرطانيه وامراض القلب. يعني نشتري له ما نشتري دكتور اللقاح؟ لا ان شاء الله نشتري بس على الحكومه ان توفر الوجبات اللائقه. احنا قدمنا المقدم لانه جافي طلب من عندنا ان نقدم له ضمن الاتفاقيه ان نقدم له مقدمه دفعه اولى حتى يحجز لنا الحصه. اطلقت هذه الدفعه لكن على وزاره الماليه ايضا والحكومه ان تستعد للدفعات القادمة من جافي وأيضا للشركات الذي سنتفاوض يعني احتمال نتعاقد مع شركات لنستورد حصص أخرى للعراق لأن 20% لا تكفيها مجرد الشرائح الخطرة. نعم شرائح الأربعة التي ذكرتها فنحتاج أيضا فعلى يعني وزارة المالية والحكومة أن تخصص حقيقة مبالغ خاصة للقاح كورونا.